اهتمام حديث للمملكة بالغواصات البرتغالية، حيث يباشر عملية شرائها بصفة رسمية من قبل حكومة لشبونة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تعزيز ترسانة العسكرية البحرية على ضوء المناورات البحرية المشتركة التي جمعته بالقوات البرتغالية التي تمت على متن الغواصتين أربا وتريدنت، حيث سمح للقوات المغربية بتشغيل عدد من الغواصات البرتغالية أثناء التدريب. وحسب ما نشرته وكالة الأنباء البرتغالية لوسا، فإن العديد من أفراد القوات البحرية المغربية كانوا يوجدون على متن المناورات البحرية المشتركة بين البلدين بغية مساعدة المغرب على تطوير قدراته البحرية، وفقا لتصريحات جواو جوميز كارافينيو وزير الدفاع الوطني البرتغالي الذي استقبل نظيره المغربي عبد اللطيف الودي خلال الجمعة الماضية. اللقاء الدبلوماسي الذي استغرق نحو ساعة كشفت صحيفة أوبسيرفادور بعد ملامحه موضحة أن البرنامج الثنائي شمل عقد زيارة إلى حوض بناء السفن الذي يحمل تسمية لاغسونال دولالفيت، وهو المصنع المخصص لبناء وإصلاح السفن البحرية العسكرية، فضلا عن زيارة القاعدة البحرية لشبونة. في هذا الصدد قالت جواو جوميز كارافينيو وزير دفاع جمهورية البرتغال إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية للبلدين، وأيضا ما يتعلق بصيانة السفن العسكرية، لا سيما أن حوض بناء السفن الذي نتوفر عليه يعمل على تطوير قدرات الغواصات على اعتبار أن المغرب صار مهتما بتعزيز قدراته البحرية. وأضاف المسؤول البرتغالي وفق التصريحات التي نقلتها الصحيفة الواسعة الانتشار أن العلاقات بين البلدين قديمة بالفعل، حيث تأمل الحكومة الحفاظ على استمراريتها، مؤكدا أن المملكة تعتزم شراء غواصات عسكرية، الأمر الذي جعلها ترغب في معرفة طرق استعمالها وصيانتها من الدول المجاورة، لأن الغواصات المغربية موجهة إلى العمل في المناطق عينها، ما يحتم ضرورة معرفة خصائصها التقنية وأيضا لتبادل البيانات. كما تطرق اللقاء الثنائي إلى التحديات المشتركة بين الدولتين، بحيث أورد وزير الدفاع البرتغالي أن هنالك مخاوف موحدة بين البرتغال والمغرب، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات الأورو إفريقية، ثم التنسيق بشأن تدفقات الهجرة وكذلك محاربة خلايا الإرهاب، الأمر الذي يفيد بوجود تحديات جيوإستراتيجية بين الطرفين. المحادثات الرسمية سلطت الضوء أيضا على وجود البلدين ضمن بعثات الأمم المتحدة، لا سيما في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث أكد وزير الدفاع البرتغالي أن نظيره المغربي أشار إلى نية القوات المغربية الاستمرار في البقاء داخل الجمهورية الثالثة الذكر، والأمر نفسه ينطبق على الكونغو، موردا أن البرتغال ستواصل العمل ضمن بعثات الأمم المتحدة لكن لا يمكن لها أن توجد في جميع الأماكن، ومع ذلك الأساسي أن توجد قوات أخرى في المناطق التي ينعدم فيها الاستقرار. في إجراء احترازي جديد، قرر المغرب بحر هذا الأسبوع منع مرور البضائع القادمة من مدينة مليليا المحتلة إلى المملكة عبر الحي الصناعي باريوتشينو، وذلك بعد مرور عام تقريبا على قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر التجاري مع مليليا بشكل نهائي، وهو ما كبد آنذاك الحكومة الإسبانية خسائر مادية فادحة. وقال إدواردو دي كاسترو رئيس الثغرل الخاضع للاحتلال الإسباني إن على التجار في مليليا التأقلم مع التدابير الجديدة التي تفرضها المملكة المغربية، بينما اتهم القيادي في الحزب الشعبي ورئيس حكومة مليليا المحتلة السابق خوان خوسي إمبرودا دي كاسترو بعدم التعاطي جديا مع الأزمة، وهو الذي كان قد نظم قبل عام مظاهرات ضد الوضع على الحدود لانتقاد حكومة الحزب الشعبي في ذلك الوقت. وصرح الرئيس الجديد للمدينة المحتلة إدواردو دي كاسترو لوكالة أوروبا بريس بأن رجال الأعمال في مليليا سيتعين عليهم التكيف مع التدابير التي تطبقها دولة أخرى، في إشارة إلى المغرب، مبرزا أن الحظر الذي فرضته السلطات المغربية أدى إلى إيقاف شركة المواصلات العامة في مليليا يوم الاثنين على مستوى مركزي الحدود بني نصار والحي الصينية.
وفي سياق متصل قامت مندوبة حكومة مدريد سابرينا موه بمعية وزير الاقتصاد ونائب وزير التجارة والتشغيل بزيارة إلى الحدود، حيث نقلت وكالة أوروبا بريس أن الحمالين المغاربة يحاولون نقل البضائع والسلع من ليليا إلى المغرب لإعادة بيعها في البلد المغاربي بسعر أعلى مما اشتروه في المدينة المحتلة. وأشار دي كاسترو إلى أن حكومتي لا تستطيع أن تمنع أي بلد آخر، في إشارة إلى المغرب في هذه الحالة من وضع معايير في جزئه الحدودية، داعيا التجار الإسبانيين الذين يبيعون هذه المواد إلى الامتثال للقانون. وقرر المغرب هذا الأسبوع منع نقل البضائع الإسبانية عبر المعبر التجاري الحدودي في مليليا، ولم يستطع مئات المغاربة من الوصول إلى بضائعهم ونقلها إلى التراب المغربي من أجل إعادة بيعها بأثمان عالية. وكان المغرب فرض العام الماضي حصارا بريا على مدينة مليليا عبر إغلاق النقط الجمركية للمعبر الحدودي بنينسار، فتكبد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة تجاوزت سقف 100 مليون أورو. وسبق لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن أعلنت قرارا يقضي بإغلاق المعبر التجاري مع مليليا بشكل نهائي، وينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر مليليا، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بنينسار بالناظورة بتخفيض 30% من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيها. قررت جمهورية رواندا فتح سفارتها قريبا في المغرب بحسب ما أعلن بيان رسمي صدر يوم أمس الثلاثاء عن مكتب الوزير الأول. وذكر البيان أن فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي عين الشيخ صالح هابيمانا سفيرا جديدا لرواندا في الرباط. وكان الشيخ صالح هابيمانا مفتي الجمهورية الأسبق يشغل حتى تعيينه في منصبه الجديد سفيرا لبلده في مصر، حيث سيخلفه ألفريد كاليزا. ويأتي هذا التعيين أياما قليلة بعد الزيارة التي قام بها إلى كيغالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، حيث سلم خلالها رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الرواندي. وشهدت العلاقات بين المغرب وجمهورية رواندا تحولا مهما بعد الزيارتين اللتين قاما بهما كل من الرئيس بول كاغامي للمغرب في يونيو 2016 والملك محمد الثالث لرواندا في أكتوبر من نفس السنة. وتم خلال الزيارة الملكية لكيغالي التوقيع على 23 اتفاقا ثنائيا بهدف المساهمة في تطوير البلدين. وفي مارس الماضي تم التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية بين الرباط وكيغالي تهم ميادين مختلفة، وذلك في إطار الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين. كما أعلنت الحكومة الرواندية إحداث سفارتين جديدتين في كل من قطر وغانا ليصل بذلك عدد التمثيليات الدبلوماسية الرواندية في الخارج إلى 39 تمثيلية، 16 منها في إفريقيا. عقب أيام قليلة من إعلان وزيرة خارجية جنوب إفريقيا مواصلة سياسة بلادها الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، يقوم وفد اقتصادي رفيع المستوى من القارة السمراء بزيارة إلى المملكة المغربية ضمنهم المبعوث الخاص لرئيس جنوب إفريقيا المكلف بالاستثمار. وفي إطار جهود المغرب بإفريقيا وبمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية، يقوم وفد من كبار الأعمال البارزين من جنوب إفريقيا ونيجيريا وليسوتو وكينيا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بزيارة إلى المملكة المغربية للوقوف على جاذبية الاستثمار المغربي. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أوضحت أن هذه الزيارة تعكس رغبة متبادلة للجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي والسياسي لتحريك عجلة التعاون بين إفريقيا وهذه البلدان الإفريقية.
ويشمل البرنامج زيارة الوفد الإفريقي لبعض المشاريع الاقتصادية العملاقة للمملكة المغربية، من ضمنها ميناء طنجة المتوسطي ومحطة نور للطاقة الشمسية بورزازات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مختلفة مع ممثلي القطاع العام والفاعلين الاقتصاديين في المملكة. ويضم الوفد كل من سيبسي جوناس المبعوث الخاص للاستثمار لرئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا ورجال أعمال آخرين من بلاده، وأولوسيجون أوباسانجو الرئيس السابق لنيجيريا الرئيس الحالي لمؤسسة بنتورست المتخصصة في تعزيز الأداء الاقتصادي لإفريقيا، ووزير المالية في لوسوتو وشخصيات اقتصادية أخرى من القارة السمراء. وكان محسن الجذولي الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي دعا سفراء القارة الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية إلى تقديم فرص الاستثمار والتجارة ببلدانهم إلى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الرباط ومختلف العواصم الإفريقية. ويعد المغرب أول مستثمر في منطقة إفريقيا الغربية، كما تتصدر المملكة رفقة جنوب إفريقيا الوجهات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء. العلاقات المغربية جنوب إفريقية يرتقب أن تشهد تطورا بعد تسليم الملك محمد الثالث قبل أسابيع ليوسف العمراني ظهير تعيين سفيرا معتمدا لدى بريتوريا عقب قطيعة دبلوماسية بين البلدين دامت أزيد من 15 سنة.